ومن تونس ينضم إلينا مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، أبدأ معك بما لديك من آخر التطورات، وإن كان هناك ما يمكن أن يكون رشح عن اجتماع اتحاد الشغل. نعم داليا، اسمح لي أن أبدأ بآخر التطورات كما أسلفت، وهذه المرة على الصعيد السياسي. منذ قليل أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية في بيان لها بأن الرئيس قيس سعيد التقى بوزير الخارجية المصري سامح شكري حاملا رسالة شفوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الرسالة يبدو بأنها رسالة تأييد ودعم كامل من القيادة المصرية للقيادة التونسية. وأيضا شدد وزير الخارجية المصري بأن مصر تقف إلى جانب إرادة الشعب التونسي وإلى جانب الرئيس قيس سعيد في هذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية، وأشاد بالعلاقات الثنائية والروابط الأخوية ما بين البلدين. طبعا هذا اللقاء يأتي بعد ساعات قليلة من لقاء جمع الرئيس قيس سعيد بوزير الخارجية الجزائري الذي زار القاهرة أيضا. إذن هناك حراك عربي مكثف لما تشهده تونس في هذه المرحلة الاستثنائية والتاريخية كما يصفها الكثيرون، وطبعا تؤكد عمق العلاقات التونسية المصرية من جهة وكذلك الجزائرية والروابط المشتركة. والجميع هنا يتحدث على التأكيد على تلبية يعني إرادة الشعب التونسي. بالنسبة لموضوع اتحاد الشغل، حتى هذه اللحظة الهيئة الإدارية مجتمعة، ولكن بعض التسريبات الإعلامية ذكرت بأن هناك خارطة طريق بالفعل أعدها لاتحاد الشغل التونسي، تتضمن خطوات إصلاحية وربما لمعالجة وإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور. هذه الخطة أو هذا البرنامج الذي يعني عمل على إعداده عدد من المختصين والخبراء التابعين لاتحاد الشغل سيتم عرضه على الرئيس قيس سعيد، لكن بعد الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد الذي سيقود الحكومة المرتقبة. وبالمناسبة هناك انتظار على الصعيدين السياسي والشعبي لهوية رئيس الوزراء الذي سيكلفه الرئيس قيس سعيد، ربما سيكون ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، علما وأن الرئيس قيس سعيد يلتقي بعدد من يعني نشطاء المجتمع المدني، ومرة بعدد من الوزراء، وأيضا هو كلف وزيرين في الساعات القليلة الماضية للمالية ولتكنولوجيا المعلومات بتسيير الوزارتين. إذا نحن نتحدث عن حراك كبير يشهده القصر الرئاسي على الصعيد الداخلي وحتى على صعيد اللقاءات مع مسؤولين كبار من الخارج. طيب ياسر، هل من جديد على صعيد التحقيقات؟ نعم، إذا ما كنت تقصدين داليا على صعيد التحقيقات، هناك مصدر قضائي قال لوسائل إعلام محلية بأن نحو 30 نائبا تتعلق لديهم قضايا شيكات بدون رصيد وغسيل أموال، وربما هي قضايا فساد، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترد أنباء عن إيقاف أي من النواب الذين ينتمون إلى مجلس نواب الشعب المعلق أعماله حاليا بفعل قرارات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد. نحن بانتظار المزيد من التفاصيل، ولكن يبدو بأن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة، سيما وأن المصدر القضائي قال بأن يعني الجهات المختصة شرعت بالتحقيق بالفعل في هذه القضايا، ومن المرتقب أن يكون جملة من قرارات الإيقاف أو الاعتقال لعدد من كبار المسؤولين المورطين في قضايا فساد أو بشبهات غسيل أموال أو شيكات من دون رصيد. طبعا كانت أيضا الأجهزة الأمنية التونسية أو بالأحرى عفوا الأجهزة القضائية قد أصدرت مذكرات بمنع السفر بحق 5 من المديرين العامين بالخطوط الجوية التونسية، إضافة إلى مهندسين 2 من أيضا القسم الفني بالخطوط الفنية التونسية. يذكر بأن الرئيس قيس سعيد تعهد في أكثر من كلمة له وفي أكثر من تصريحات ومناسبة بأنه سيعمل على محاربة الفساد وعلى ضرورة أن تعود الأموال المنهوبة التي تم نهبها من الشعب إلى الشعب على حد قول الرئيس التونسي قيس سعيد. شكرا جزيلا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش.